السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله جيتكم بتحليه بارده تجي بزاف بنينه وسهله التحضير، مقاديرها جد بسيطه وتوجد في دقائق. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، واذا عجبتكم كالعاده نقول لكم ما تنسونيش بجام والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى ان شاء الله تعاونوني بجام باش يوصل لاكبر عدد من المشاهده، كاين بزاف مشتركين اللي ما راش يوصلوا لهم الوصفات تاعي. نتمنى تعاونوني بجام البنات، ما تبخلوش عليا وندوزوا على بركه الله للمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه نبدا بها هنايا، نبدا بالكريمه. عندي كاس شانتيي، عندي نص كاس، اقل من نص كاس حليب يكون بارد، ملعقه كبيره قهوه سريعه الذوبان، وعندي علبه ياغورت ذوق شوكولا. نجيب هنايا طاس ولا اي حاجه نخلطو فيها، ندير الشونتيي تاعي. الكاس يصير في 120 مليلتر. نزيد هنايا ندير القهوه في الحليب، نخلطها مليح كيما نقدروا، نعوضوا الحليب والقهوه سريعه الذوبان بالقهوه اللي نطيبوها، القهوه العاديه. بعد هنا لازم برك يكون بارد الحليب ولا القهوه ولا الماء، لازم تكون بارده. نضيف هنايا نص علبه تاع الياغورت ذوق شوكولا. فوالا نخلط، الا كان خاصني راح نزيد النص اللي بقى، نطلعها هنايا مليح. راح نزيد هنايا النص اللي بقى لي. فوالا شفتها اللي شويه ناشفه، نضيف هنايا النص اللي بقى ونكمل نخلط مليح. نخلط مليح حتى اللي تحصل على كريمه تكون شاده روحها مليح. فوالا راح نتحصل على هذا القوام، راح نحطها في الثلاجه ونجوز نوجد لي فيغين تاوعي. راح نستعمل هذا لي فيغين كيما نقدروا نستعملوا اي كيسان اللي يكونوا عندنا، ونستعمل هذا البيسكوي ولا هذا مونغوتي، يجي هايل في التحليه، راح يكون كيما البيسكوي اللي نوجدوه في الدار كيف كيف، وماشي غالي يدير 1000 للواحد. نعمر كامل لي فيغين تاوعي. وبالنسبه هنا للناس اللي ما يحبوش التحليه، ما يحبوش البسكوي، يقدروا ينحيوا كامل البسكوي يتناو عليه ويخليوا غير الكريمه وحدها. فوالا راح نجيب هنايا كميه من الحليب اللي كنت درت فيه قهوه سريعه الذوبان، كما نقدروا نستعملوا الحليب وحده ولا القهوه وحدها، راح نشربوا كامل. فوالا بهذه الطريقه نشمخو مليح. وبهذا البسكوي تجي بزاف هايله، تجي شغل رانا ناكلو في اون تارت، تجي بزاف بنينه. فوالا بعد ما نكملها كامل، نحاول هنايا نسقمها شويه بالملعقه، ما نزيرش عليها غير شويه برك، ونعاود نجيب الكريمه اللي كنت حضرتها من قبل ونحط طبقه من الفوق. كيما نقدروا نديروها في مول، يكون على حسب الكميه تاع الكريمه، ما يكونش كبير، نديروها على خطره. فوالا راح ندير طبقه، نمشيها كامل. كيما نقدروا نستعملوا لابوش هكذا باش تجينا الخدمه سهله ونقيه. راح نكملهم كامل، ندير كميه تاع الكريمه. بعد ما نكمل نسقم كامل الكريمه، نجيب هنايا بابي ونمسح كامل الاطراف هكذا باش تجينا الخدمه نقيه، ونحطهم هنايا، نعاود نحطهم في الثلاجه يبردوا. نجوز نحضر الطبقه اللي تجي من الفوق. هنا في كاسرونه عندي كاس حليب، الكاس تاعي يرفد 250 مليلتر. عندي ملعقه مايزينا، ملعقه كبيره كاكاو بني، ملعقه كبيره ثانيه تاع المايزينا ما تكونش معمره مليح، ملعقه كبيره سكر. انا هنا استعملت السكر البني، كيما نقدروا نستعملوا السكر الابيض عادي. نخلط هنايا مليح حتى المايزينا والكاكاو ينحلوا مليح في الحليب، ونحطهم فوق النار مع التحريك المستمر، نبقاو نحركوا فيها
باش ما تهبطش المايزينا والكاكاو ينحرقوا حتى اللي تعقد وتولي بهذا القوام. فوالا هنايا راح نحط 4 قطع تاع الشوكولا بالحليب ونخلطها مليح وهي سخونه هكذا باش تذوب. كما نقدروا نستغناو كامل على هذا الصوص الشوكولا اللي حضرناها ونحطوا من الفوق طبقه اخيره، نحطوا الياغورت ذوق شوكولا كما اللي كنت حطيته في الكريمه الشانتيي. فوالا هنايا بعد ما خليتها بردت شويه، يعني ماشي بزاف، واحد دقيقتين ولا ثلاثه حتى اللي ولات دافيه، ونحطها هنايا فوق الكريمه باش هكذا الا حطيناها سخونه الكريمه الشانتيي راح تذوب. فوالا نحط كميه كامل في كل بيغين ونمشيها هنا شويه. هذه يعني الا كانت الكريمه تاعنا ولا الصوص الشوكولا الا كانت سخونه راح تتمشى فاسيلمون. هنا كي خليتها يعني شويه بردت راهي شويه تقالت، بصح معليش نحاول كيفاش نسقمها كامل بهذه الطريقه. بعد ما نسقمها انا كنت خليت شويه من كريمه الشانتيي اللي حضرتها درتها هنا في لابوش وراح ندير بها خطوط هنايا باش نزين بها. فوالا بهذه الطريقه ندير خطوط. طريقه سهله ونوجدوها تشد كامل اليد، ونجيب كوردون وندير اشكال بهذه الطريقه، خطره نطلع وخطره نهبط باش نتحصل على هذا الشكل. فوالا ونخليها في الثلاجه تتماسك مليح وتحكم روحها مليح، وهذا الشكل النهائي تاعها بعد ما خليتها في الثلاجه. يعني هنا تحكمت مليح وبردت وتجي ما شاء الله تجي بزاف بنينه، تجي اون ديغ اون تارت مع البسكوي اللي درناه ولا الكريمه بذوق القهوه، تجي روعه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، ما تنساونيش جمل الفيديو والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى وصفه اخرى باذن الله. مع السلامه.